بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتنا، قناة عالم زهرة للأزهار. مع اليوم الفيديو هو روتين، كنا شاركت معكم سابقا، وهذه المرة اللي شاركت معكم أقول شوفوا هذا قطر الندى والعيدان تشوفوا كيفاش متدلية، يعني أي متعرضة، يعني بعض باش يكون بشكل عامر جدا في فصل الربيع، من فصل الربيع وفصل الصيف باش يكون عامر الأغصان تاعو. راح نحى هذيك الأغصان المتدلية اللي تبان أنها تحتاج إلى تجديد، نعاود نقصها ونغرسها في أسس أخرى هكا باش نزيد نكاثر منه. بغيت ننوه ندير إشارة، لأنه كثير من نلقى الفيديوهات نتوعي يشاهدوها ناس ما مشاركين في القناة. نتمنى نكون أنه يعجبكم الفيديوهات، أنكم تشتركوا معنا في القناة هكا باش يكبر تكبر العائلة نتاعنا، وكان نديروا أكثر ناس محبة للنباتات. طبعا الانسان الطبيعي يكون محب للنباتات حتى لو كان هو ما يزرعها، ولكن من خلال الفيديوهات نتوعناك يعود يستمتع بالخضرار ويستمتع بالمناظر نتاع النباتات، خاصه انه هذاك الاخضرار ولا حتى النبات في حد ذاته يبعث طاقه ايجابيه كبيره للانسان. يعني تقعد معتني بالنبات، تتحدث مع النبات، وكائن حي ويشعر ويحس بينا. يعني النبات عنده إحساس وعنده شعور، كما هو كائن حي، بما أنه كائن حي يعني عنده في نطاقه، عنده هذاك القدرة على أنه يحس ويشعر. لأنه كاملنا نعرفه بالنباتات حتى كي يروح صاحبها يعني تتعرض إلى المشاكل، حتى لو كان انت تسقيها وتهتم بها، بصح سبحان الله يعني يبان باللي كان عندها شخص اخر يعني تأنس بوجوده. والله صراحة انا جربت، وكنت درت فيديو اني جربت على الصدمات يعني على النبات كيف يتعرض لصدمة، وحالة الفقد يعني النبات ايضا كيف يفقد شخص ولا كيف يفقد زعما النبات اخر كان بقربه، ما يتاثر ولا النبات هذاك اللي نحوه من وندوه نخلوه وحده هو اللي يتاثر. زعما النبات يبغي يكون ضمن مجموعه من النباتات. الحاجه المهمه جدا اللي تخلي النبات ينجح معانا دائما، انا نقول لازم نحطوه داخل او بقرب مجموعه من النباتات. هذا الشيء يشجع بشكل كبير جدا انه يصلح هذاك النبات معنا اللي جبناه من المشتل. فهاد الفتره نقدروا نقلوا قطر الندى ونقصوا الاغصان زعما الزايده في قطر الندى. يعني كل انسان يبغي يتمنى انه يزداد ليه قطر الندى، هو ما شاء الله نمو سريع جدا، يعني يحاول يقص من النبته قد ما كانت صغيره عنده، يقص منها بعض الاغصان ويعاود يغرسهم. ان شاء الله باذن الله النبات راح يكبر ويولي تقريبا بقدر النبات الام، يعني فصل الربيع وفصل الصيف يمتد، مازال يمتد ويكبر. فصل الشتاء شوفوا النبات هو عصاري، يعني الشتاء الحمد لله يعني ما تأذيه بشكل ما يتأذى من فصل الشتاء. لذلك هذا الاحسن وقت هو انه نقلوه ولا نكاثروا منه، لانه فصل الصيف جربت انا نتاع النقل في فصل الصيف جاتني شويه صعوبه، يعني ما صلحوا لي كامل النباتات. بصح لين نقلهم في فصل الشتاء او فصل الربيع ما شاء الله يعني نسبه نجاح تقريبا 100%. ما نقدر نطول الفيديو اكثر من هذا، نلتقي بكم فيديو اخر. نتمنى لكم الصحه لكم ولطيوركم ونباتاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.